بشويه في قلب الجزائر العاصمة، وبالضبط من شارع الكريار، شاب يدعى يوسف يصنع الحدث بملعب 5 جويلية. الشاب يوسف الذي يتحلى بشغف لا مثيل له اتجاه فريق مولودية الجزائر، يمتد هذا العشق إلى جذور عميقة في حياته، حيث يجمع بين الولاء والمشاعر القوية اتجاه هذا النادي. من خلال حديثه يظهر وضوحاً كيف أصبحت مباريات المولودية حدثاً ثابتاً في حياته اليومية. يتحدث يوسف بفخر عن تفاصيل المباريات ولحظات الانتصارات والتحديات، يشارك في التجمعات الجماهيرية حيث يشعر بالتواصل والتلاحم مع المشجعين الآخرين يشاركونه نفس العشق. فرحة يوسف بقميص لاعب يوسف بلايلي لا توصف، فشكراً لكل من صنع الابتسامة على وجه هذا الشاب.